السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل الاختراع الحلو ده. ده طاجن سجق بشاميل بالبطاطس والجبن، وحاجة بجد تحفة جدا جدا ووصفة هايلة جدا. انا بجد جربتها وهعتمدها من الوصفات الجميلة الممتازة اللي ممكن تعملها بسرعة جدا وطعمها تحفة. بصوا البشاميل الجوسي، يعني تعالوا بقى اعرفوا معايا سر البشاميل ازاي يبقى جوسي وطري كده. انا عارفة ان في ناس كتير مش بتحب البشاميل بالطريقة دي، بس لو مش عايزينه بالطريقة دي نقدر عادي نخفف كمية السوائل في البشاميل. هنبدأ اول حاجة بالسجق، هنسويه هنحط معلقتين سمنة حلوين كده، معلقتين اكل يعني كبار، لحد ما يسيحوا ويسخنوا كويس جدا. بعد كده هنزل بالسجق بتاعي، اخده تشويحة، هنقلب السجق في السمنة تقليب كويس كده. طبعا هو السجق مش محتاج بهارات قوي، لان هو اصلا السجق بيبقى مبهر، بس احنا هنحط عليه كده شوية حاجات. يعني لو عايزة تزودي او تنقصي مفيش مشكلة، بس انا بحب طعم الحاجة يبقى واضح. فكل اللي هستخدمه معلقة شاي توم والملح والفلفل ورشة جوز الطيب، وشكرا مش اكتر من كده خالص، عشان اصلا السجق بهاراته بتبقى قوية فاحنا مش محتاجين لعك كتير. يعني حطينا الفلفل وهننزل بالطماطم وهنقلب كمان. طبعا انا بسوي الخلطة معايا هنا تقريبا 3/4 سوا، لاني مش عايزة لما ادخل الفرن افضل سايباها فترة كبيرة في الفرن، عشان انا محتاجة يطلع جوسي ومحتاجة الجبن كمان على الوش ما تنشفش معايا. فانا هسويه تقريبا 3/4 سوا عشان البطاطس تستوي كويس والسجق يستوي كويس، فيدوبك الفترة الصغيرة اللي هيقعد فيها في الفرن يكون اكتمل سواه. هنا حطيت الفلفل الاسود بتاعي ورشة جوز الطيب. والملح طبعا. هنديهم تقليبة كمان قبل ما نحط المية ونسيبها تستوي. لو انت خايفة ما يلحقش يستوي في الفرن البطاطس، تكون يعني عايزة يعني تتأكدي ان الدنيا هتستوي معاكي قوي، ممكن تسويه ويل دون خالص، مش لازم يبقى 3/4 سوا. هنا هنبدأ بصوص البشاميل، هنحط معلقة دقيق على معلقة سمنة ونحمر الدقيق كويس، وناخد بالنا في التحمير واحنا بنحمر الدقيق ان في شعرة ما بين الحرق والتحمير، عشان الموضوع ده مهم جدا وبتبقى معضلة بالنسبة للناس اللي بتكره عمايل البشاميل في البيت. في ناس كتير بتستسهل وتجيب الجاهز، في حين ان الموضوع سهل، يعني مع التدريب كده هتعرفي تظبطيه، لا يبقى ني ولا يبقى محروق. هنقلب. انا هنا الحقيقة في خلطة البشاميل مزودة الجبنة شوية، انا مش مهتمة بفكرة البشاميل قد ما مهتمة ان انا ازود البشاميل جبنة كتير يعني. فانا هتلاقوني ضفت حبة جبنة حلوين وانواع كتيرة وانا شغالة، ففي الطبيعي ان انا لما بعمل مكرونة بشاميل ما بحطش كمية الجبن دي، حتى لو عايزة احط جبنة ما بحطش برضو الكمية الكبيرة دي. كده الدقيق بدأ يتحمر معايا، انا طبعا مش هضيف اللبن كله مرة واحدة، انا هضيفه على مراحل علشان اقدر اعرف السمك اللي انا عايزاه بالظبط، لان لو انا عايزة جوسي هحط المقدار اللي انا حطاه في صندوق الوصف ده، لو مش عايزاها هنقص الكوباية اللي انا هحطها في الاخر دي، عشان انا هزود كوباية لبن في الاخر بعد ما اضيف الجبن. لو انا عايزة القطعة تبقى طالعة سليمة كده وماسكة نفسها، يبقى بلاش ازود الكوباية اللي انا زودتها دي، وخلي البشاميل معايا تقيل. انا هنا بحط اول كوباية، كوباية لربع، هي مش كوباية كاملة، وبحط التانية وبقلب بسرعة عشان يكتمل معايا يدوب كويس. اهم حاجة ان انا مش هحط ملح تاني وفلفل،
وانا قصدي اني ما احطش ملح وفلفل، لاني بالفعل عندي ملح في السجق وعندي ملح في الجبن اللي انا هحطها، فلو حطيت ملح تاني ممكن الموضوع يبقى تقيل قوي معايا. هنحط بقية الكوباية، وبعدين هنحط الجبن. للأسف انا خطوة الجبن عندي الموبايل فصل وانا ما خدتش بالي فما اتصورتش. انا حاطه ضفت جبنة كريمي وضفت جبنة موزاريلا وضفت جبنة رومي، ف للأسف الموبايل فصل وانا بضيف الجبنة الكريمي فما اتصورتش. فهنا بعد ما ضفت الجبنة الكريمي يعني اعتبروها اتصورت. وهنا حطيت الموزاريلا، هي لسه حتى باينة ان هي ما دابتش البيضة دي، وهضيف الجبنة الرومي. اقلب كويس جدا لحد ما يسيحوا في بعض. طبعا هو كده بصوا السمك بقى سميك جدا، لو انا عايزه القطعه ماسكه نفسها مش هزود لبن. لو انا عايزه البشاميل جوسي وحلو كده زي ما انا مطلعاه في اول الفيديو يبقى هزود الكوبايه اللي انا زودتها دي، واقلب بقى كويس لحد ما الجبنه تسيح والدنيا تدوب معايا خالص والخليط كله يمتزج ببعضه ويبقى ناعم. لو ده ما حصلش ممكن اضربها بمضرب البيض، ما فيش مشكله ما يجراش حاجه يعني. هقلب كويس جدا وبعد كده هرفعه من على النار وارجع للمكرونه بتاعتي عشان نشوف سوري ارجع لطاجن السجق بتاعي. اتلخبطت طبعا لاني الاساسي معايا ان انا على طول بعمل البشاميل للمكرونه، يعني غريب بقى ان انا بعملها المره دي للسجق، فهي حاجه غريبه وفي نفس الوقت طلع افتكاسه حلوه جدا. في كلاكيع كده طالعه ظاهره، انا كنت حابه اتاكد بس ان دي جبنه، دي جبنه الكريمي مش الدقيق، اهم حاجه ما يبقاش الدقيق مكلكع معايا. واديله تقليبه كويسه كده لحد ما الخليط يندمج كله مع بعضه والجبنه تسيح. اهم حاجه الجبنه الكريمي، ممكن نستخدم جبنه كيري سايبه عادي جدا، مش لازم خالص الجبنه الكوبايات الغاليه دي، ممكن يعني نشوف لها بديل عادي جدا. انا هنا مستعمله جبنه كيري سايبه عادي، مش مستعمله جبنه كوبايات. رجعنا للطاجن بتاعنا بعد ما حطينا السجق والبطاطس فيه بعد ما استوى، وهنحط فيه طبقة البشاميل بتاعتي اللي انا حطيتها. طبقة البشاميل بتاعتي دي انا بقلب فيها السجق، يعني هحط بشاميل مرتين، مرة وهقلب ومرة تانية هحط على الوش قبل ما اضيف الجبن. للأسف برضو موبايلي فصل قبل ما احط خطوة الجبن، بس هي الجبن اللي على الوش دي موزاريلا وشيدر مش رومي، عشان الرومي بتنشف على الوش، فانا حطيت جبنة موزاريلا وجبنة شيدر اللي هي الشيدر الصفرة دي، شيدر اصفر او احمر عادي يعني اي نوع ما فيش مشكلة. حطينا بشاميل كويس كده، طبعا يعني ممكن نحط على الوش بس انا بحب ان انا اقلب، يعني انا بحب يبقى البشاميل مخترق جميع الجوانب، فبدخل البشاميل مع الخلطة كده، وكده كده الصوص اللي فيه ده هينشف في الفرن مش هيبقى كده. ورجعت حطيت بشاميل تاني على الوش قبل ما افرش الجبنة، للأسف خطوة الجبنة برضو ما اتصورتش يعني اسفة جدا. هنا بعد ما طلع من الفرن يدوبك ما قعدش كتير في الفرن، يعني حبة مش كتير، واخد اللون ده ممكن نحطه تحت الشواية بس وبالهنا والشفا.